السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في خاصية حلوة في 2023 هو إن أنا أقدر أقطع جوه الفم نفسها. يعني على سبيل المثال لو أنا جيت خدت سيكشن في الكومودينو دوت أو المكتب دوت أو الكابينت ديت، تمام، فأنا واخد سيكشن في النص ومع ذلك هو هيجيبها لي من أول الإدراج اللي هنا. يعني لما أقول له جو تو فيو ببدأ أشوف الإدراج وأشوف المقابل بتاعتها، فأنا ممكن أقف هنا على الفاميلي وأقول له إيديت فاميلي وأدخل هنا هلاقي خاصية اسمها إنيبل كاتنج إن فيو. لما بتعلم عليه وبعد كده تحمل الفاميلي تاني هتلاقي ان هي فعلا قطع جوه الفاميلي نفسها، يعني الاجزاء اللي هي بره السكشن او قبل السكشن ما بقاش ظاهره معايا. لو في حاجه في نص في نص الفاميلي هتبدا تظهر معايا هنا، فهو كده قطع جوه الفاميلي نفسها. وفي خاصيه برضو جميله بالمره موجوده في ريفت 2023 edit family. لو انا دخلت جوه الفاميلي وجيت هنا فبلاقي ان انا لو علمت على اي بارامتر اقدر اعمل له دوبليكيت، تمام، بدل ما اعمل واحده جديده لا اقدر اعمل دوبليكيت واغير بقى الاسم واغير الخصائص اللي انا عايزها.